تعالوا نشوفوا الحاجة الجميلة دي بقى، ما يعني بالمرة، يعني بالمرة كمية الحاجات الجميلة. الصورة اللي هتشوفوها دي صورة القديس البابا كيرلس الأول. الأول احنا بنقول ليه الأول والتاني والتالت؟ يعني ده كان أول بطريرك يسمى بكيرلس، زي مثلا عندنا البابا كيرلس اللي كان في عصرنا البابا كيرلس السادس، فهو كان سادس كيرلس. فأنا بقول لكم بس ليه كلمة الأول، ده اسمه البابا كيرلس الأول، أو بيسمى كيرلس الكبير، أو بيسمى عمود الدين. قصته طويلة وجميلة جدا بس مش هتكلم فيها، يعني مش ده اللي هو كان البطريرك ال 24. احنا زي ما عارفين احنا في البطريركية او البابوية 1 2 3 وهكذا. البابا تواضروس اسمه البابا تواضروس الثاني، يعني في تواضروس قبله، قبل كده كان في تواضروس الاول وهو الثاني، هو البطريرك ال 118. فده الانبا كيرلس او البابا كيرلس كان ال 24. خلاص يعني كده وضحت انا ليه بتكلم على البابا كيرلس، عشان الخبر اللي بعده اللي من الازهر. الازهر شوفوا رساله الماجستير دي من الازهر، بس اتمنى الرساله او الصرخه من الموضوع ده اهو. اعلان مناقشه، وعلى الحته البني اللي على اليمين خالص كلمه ماجستير. جامعه الازهر، كلية الدراسات الإنسانية مش الإسلامية، كلية الدراسات الإنسانية. ألف مبروك، ألف فرحت بجد إن جامعة الأزهر عندها كلية اسمها كلية الدراسات الإنسانية. يا بنات القاهرة قسم التاريخ، سيتم بمشيئة الله تعالى مناقشة رسالة التخصص الماجستير في تاريخ العصور الوسطى، المقدمة من الباحثة إيمان أحمد محمد محمود إدريس، وموضوعها الدور الديني والسياسي للبطريرك كيرلس السكندري اللي كان موجود من 376 لغاية 444 ميلادية، يعني قبل الإسلام ب 200 سنة. قبل الإسلام ب 200 سنة. والأستاذة إيمان مقدمة البحث أو الماجستير بتدرس أو عملت رسالة الماجستير على دور البابا كيرلس الديني والسياسي. لجنة المناقشة الثلاثة اللي صورهم تحت دول كلهم أساتذة تاريخ العصور الوسطى. الثلاثة أساتذة تاريخ العصور الوسطى. إمتى الرسالة؟ النهاردة. مش دي 7 برضو ولا أنا مش شايفة؟ يعني النهارده، عشان كده جبت لكم، انا كنت فاكره لسه هتتناقش. طب اهي النهارده الصرخه بقى في الموضوع بالنسبه لي انا. اولا رساله الماجستير دي عشان تتكلم عن بطريرك كان في الكنيسه القبطيه، المفروض رساله الماجستير بما ان الرسائل الماجستير والدكتوراه اللي من جامعة الأزهر هي غير معترف بها دوليا، عشان نبقى عارفين يعني غير معترف بها دوليا خلاص. لكن اللي أنا واقفة عنده شخصية زي شخصية عمود الدين البابا كيرلس، وأنا بقول لحضراتكم شخصيته موضوعها كبير جدا لأنه حافظ على الإيمان الأرثوذكسي، ووقف في وش نسطور المهرطق البطريرك اللي موضوع طويل. لكن ان الاستاذه ايمان هتتكلم عن دور البابا كيرلس اللي في العصور الوسطى او في المده دي، يعني هتدرس شخصيته وهتدرس دوره الديني والسياسي، وهتتناقش مع الثلاثه دول في دور البابا كيرلس ده وحياته الدينية وحياته السياسية في تاريخ العصور الوسطى. جميل جدا، أنا أرحب جدا بكده. حلو قوي إن احنا نقرأ لبعض
لو حضراتكم واخدين بالكم انا بحب اقرا كتير جدا، وبحب اعرف الاسلاميات كتير عشان ابقى عندي فكره ارد على اي حد يحاول يسال. خلاص ده غير المسيحيه. لكن هي بتدرس، هي بتدرس حياته الدينيه والسياسيه. كان المفروض يا استاذه ايمان ان البحث بتاع حضرتك، رساله الماجستير بتاعت حضرتك تروح لقداسه البابا توادروس، تعرض عليه ويقروها ويوافقوا لك عليها. ليه؟ لان انا مش ضامنه انت عملتي في شخصيته ايه او قلتي عنه ايه في رساله الماجستير بتاعتك. ده بالاضافه ان رساله الماجستير اللي حضرتك هتناقشيها لم يتم نشرها على مواقع النت مثلا، لم يتم، وما اعتقدش انه هيتم نشرها. يعني في ثغرتين هنا. لو انت صادقه في انك بتدرسي حياته دينيه وسياسيه اهلا وسهلا بيك، افرح جدا. لكن لو غيرتي في حياته السياسيه والدينيه وقلتي عنه حاجات ما كانتش اصلا موجوده، مين هيصلح الخطا ده؟ مين؟ انتم؟ الازهر؟ حضرتك؟ يعني لو بعد كده اتمنى ان رساله الماجستير دي توضع على النت، لو اكتشفنا ان فيها تزوير وتشويه لصوره او حياه هذا القديس، على فكره ده عندنا قديس، تشويه لصورته، تشويه لمعلومات عنه، وانتم ما ابدع في تشويه الحقيقه، ما ابدعكم في طمس الحقائق وخاصة القبطية وتزوير ما فيها. أنا في حاجات قلت لحضراتكم عليها قبل كده، لما باجي أعمل سيرش عنها قبل كده كنت بلاقيها، دلوقتي مش بلاقيها. يعني إذا بتتشال من على النت، طب بتتشال لصالح مين؟ لصالح مين؟ عشان تخفى حقائق معينة. برضو نفس الحكاية، لو أنت غلطتي مش حق، بلاش هفترض سوء النية، بس لو انت في بحثك عنه جبتي معلومات غلط، بس هي دي المتاحة قدامك وانت ما تعرفيش انها غلط. شفتي انا معاكي النية الحلوة ازاي؟ انت ما تعرفيش انها غلط، بس انت حطيتيها في بحث ماجستير، ممكن بعد كده ربنا ينعم على الازهر ويتم وضعها للطلبة اللي بعديكي اللي يستفيدوا منها. بس هي حقائق مزورة، أو هي حقائق مشوهة، أو ملعوب فيها، هتتصلح إزاي؟ ده تاريخ، أنت بتتكلمي عن تاريخ، تاريخ يعني لا يمكن يتلعب فيه. يعني ما ينفعش أقول الملك تحتمس عمل مش عارفة إيه والملكة أوزوريس ما عملتش إيه، ما ينفعش، ما ينفعش التاريخ يتلعب فيه. فأنت بتتكلمي عن تاريخ العصور الوسطى الديني والسياسي، أضمن منين إن حضرتك حطيتي الحقائق الصحيحة عن هذا القديس القبطي المصري صح؟ أضمن منين؟ عشان كده بقول لك كان المفروض إن حضرتك تديها للكاتدرائية فيها متخصصين يراجعوها يقولوا لك آه هنا كله صح بس دي غلط، وهيصلحوا لك المعلومة بمنتهى الأمانة، مش هيزوروا، مش هيلعبوا في التاريخ، هيقولوا لك كل حاجه. وعندك كتب في الكاتدرائيه بالهبل عنهم. يا ترى حضرتك عملتي كده؟ يا ترى الازهر عمل كده؟ ولما يناقش رساله الدكتوراه النهارده هيديكي الماجستير، هيديكي درجه الماجستير مع مرتبه الشرف، وممكن يكون جواها معلومات مشوهه.